صارت قبل حوالي 45-40 سنة، والقصة هذه مصدرها عالي جدا. الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية تقول هذه مرة قالت لولدها: يا ولدي ودي أروح أعتمر. قال: ابشري يما، تامرين أمر. وفعلا أخذ أمه وانطلقوا إلى مكة بسيارته، وهم في الطريق قبل الطائف وقفوا في محطة قديمة. المهم عبوا بنزين وكذا ثم راحوا يصلون. الشاب راح دخل يتوضأ ثم راح يصلي في مسجد الرجال، والأم حطها في مصلى النساء والمواضي هناك تتوضأ. الظاهر انهم يوم يروحون في وقت ما فيه ضغط ولا فيه زحمة ابدا. لما دخلت الأم تصلي في المصلى لقت بنت رضيعة محطوطة في المصلى تبكي، ولا في أحد في المصلى. طلعت برا تدور ما في أحد، رجعت صلت ثم نادت ولدها. جاء ولدها: نعم يا يمه. قالت: يا ولدي فيه بنت هنا. بنت؟ قالت: إيه والله فيه بنت رضيعة هنا ومعها رضاعتها ومعها حليبها محطوط وكذا. المهم سألوا في المحطة، قالوا لهم عمال المحطة: احنا ما ندري عن شيء، في سيارة جت وقفت قبل شوي وراحت. طيب تعرفون رقمها؟ تعرفون شيء؟ قالوا: ولا نعرف شيء. قالت الأم لولدها: والله يا ولدي ما أترك المكان ذا وأخليها. قال: يعني يا يمه؟ قالت: ناخذها معنا، وربنا وربها رب العالمين الرحيم الرحمن. قال: اللي تشوفينه يا يمه. وفعلا أخذوا البنت واتجهوا إلى الطائف، أحرموا بالعمرة ثم اتجهوا لمكة. اعتمر الولد والأم ماسكة البنت وتداريها وترضعها، ولما خلص من عمرته الولد مسك البنت، ولما انتهوا ارجعوا للرياض والبنت معهم. لما وصلوا للرياض بلغوا الجهات الرسمية بوضع البنت، وخلصوا الإجراءات أنهم يكفلون البنت ويتبنونها وتصير البنت عندهم، وفعلا خلصوا الأمور. هذه المرة عندها ثلاث زوجات لأبنائها، عندها ثلاثة أولاد، والأولاد هذول كلهم متزوجين وكلهم عندهم أطفال صغار يرضعون. يعني اللي عندها ولد عمره سنة، اللي عندها ولد عمره 5 شهور، اللي عندها الثلاث. جاءت الأم الحريم عيالها وقالت لهم: ارضعوا البنت عشان تكون البنت يعني بنتنا من الرضاعة. وافقوا ثنتين، قالوا: نرضعها بإذن الله ونكسب أجرها وتصير أخت لعيالنا. الثالثة رفضت: يا بنت الحلال ارضعيها. قالت: والله ما ارضعها، أنا ما ولدتها ونسيتها وأنا ما لي علاقة، ويكفي فلانة وفلانة اللي رضعها. قالوا: إيه بس أنت لو رضعتيها يصيرون أبنائك إخوانها، فيصير تصير منا وفينا. قالت: لا والله ما ارضعها ولا لي علاقة فيها. حاولوا يقنعونها، زوجها كلمها، قالت: ما أبي، لا تضغط علي، ما أبي أرضعها، مو بغصب هو. وفعلا ما أرضعتها. عدت الأيام، كبرت البنت، الجميع محرم للبنت إلا عيال هذه المرة زوجة الابن هذا الثالث. البنت تحتجب عنهم، والبنت أعطاها الله جمال. واحد من عيال هذه المرأة اللي ما رضعتها عشق هذه البنت وحبها، وقال لأمه: أبي أتزوجها. قالت لي: يا ولدي هذه يتيمة وحنا مرضعينها. قال: يتيمة وحنا رضعناها وصارت بنتنا ومنا وفينا، وأنا
معجب فيها وأبيها. شوفي يا يمه، إما بتزوجيني إياها ولا ما راح أتزوج. الأم شاورت الأب، الأب انشرح صدره للموضوع، قال تم، البنت ما لها إلا الله ثم حنا، والبنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله جميلة، والبنت ما شاء الله تربيتنا فنزوجها. يوم جو يبشرون الجدة بكت الجدة، قالوا لها ليش في تبكين؟ قالت سبحان الله سبحان الحكيم، أنا زعلت وشلت في خاطري على زوجة ولدي إنها رفضت ترضعها، لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته كان له تدبير ثاني. من حكمته سبحانه وتعالى إن البنت ما ترضع مع هذا الولد حتى ما يكون أخوها، ثم الله سبحانه وتعالى يجعله يعجب فيها ويبيها ويتزوجها ويكون معها أسرة وتصير بنتنا حق وحقيقي، وفعلا فعلا يصير زيتنا في دقيقنا. طيب الخلاصة، الخلاصة يا جماعة الخير، لا تكره، قدر الله سبحانه وتعالى كله خير.